أنا برأيي إنه تاخد مرتك من هون بأقرب وقت، هيك أحسن إلكن أنتوا الاثنين. هاي المفضلة عندي من زمان، كل ما أكون متضايق أو بدي أرتاح بيجي لهون. أنا برأيي إنه تاخد مرتك من هون بأقرب وقت، هيك أحسن إلكن أنتوا الاثنين. أنتي منيحة يا سارة؟ ليلي ليش إجا فرحان؟ هو كان بده ياني أشتغل على ملف ضروري، مو أكتر من هيك. سارة أنتي ما بصير تضلي هون لحالك، اسمعيني هالمرة وارجعي معي هلا. خلص زاهين، أنا تعبانة كتير، لهيك إذا ما عندك مانع روح. ماشي رح أمشي، بس بدي توعديني إنه إذا صار أي شي معك بتخبريني فورا، وتذكري كتير منيح إنه نحن ما فينا نوثق بأي حدا، وما بصير إنه الواحد يفتح بابه للغربة وبالمقابل يسكره بوش عيلته. آنکھ نم ہے ٹوٹا بھرم ہے تو ہی وجہ ہے یہ تیرا کرم ہے. ليش سارة عم تخبي علي؟ ليش كذبت علي؟ وليش فرحان اجا لعندها؟
هي انتي؟ شش بلا صوت، الكل نايمين. انتي جيتي لهون مشان تلعبي لعبة تانية؟ ما بدي اعمل شي، اجيت لاعتذر منها. قليلي كيف عرفتي انك غلطانة بهالسرعة هاي؟ الناس اللي مثلك ما بتخجل على حالة بهالسهولة، انا بعرف هالشي كتير منيح. انا ماني طايق شوف وشك، لهيك لو سمحتي روحي من هون وفورا. يلا، كل اللي عملته انا عملته لاني بحبك زاهين. ليش ما عم تفهم؟ ما حدا بهالحياة بيقدر يحبك اكتر مني، هالشي مستحيل. قلي ليش انت ما بتحبني زاهين؟ اصحك يا بنت، اصحك تقولي هالكلام، عم تفهمي ولا لا؟ لك اذا كنتي بتحبيني عن جد بتقومي بتعملي هيك؟ لك انتي عم تشوهيلي، سمعتي ولسه عم تقليلي بحبك؟ لك انا ما شفت بنت اسوأ واسخف منك بكل حياتي. سارة ما بتحبك زاهين، حتى لو بتعطيها قلبك وروحك اذا بدك هي مستحيل تقبل فيك. اذا كانت بتحبني او لا فانتي ما لك اي علاقة بنوب. كيف ما لي علاقة يعني؟ انا بحبك كتير زاهين، طلع علي. لهي الدرجة انا مو حلوة؟ بترجاك سامحني يا زاهين، سامحني على هداك اليوم. لك اتطلع بعيوني، معقول ما انك شايف حبي إلك يا زاهين؟ والله العظيم انا بحبك من قلبي، شو بدك اعمل لحتى تصدقني؟ لك انا مستعد اقتل حالي كرمالك. زاهين والله رح تندم على اللي عملته، وبحياتك ما رح تاخد سارة.